السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم المهندس علاء الدين الإرضواز الفدي للتكييف. الفيديو التوضيحي لكيفية وآلية توصيل مواسير صرف مياه التبخير للوحدات الداخلية لأنظمة التكييف الكونسيلد المخفي. زي ما احنا شايفين هنا أربع وحدات داخلية متوصلين مع بعض. طبعا هنا آلية توصيل الصرف، طبعا ده هنا مكيف ماركت جري انفرتر. فعندنا هنا المكيف فيه اتنين اوبشن الووتر بامبو شوب واوبشن الجرافتي. بيتم توصيل الووتر بامبو الجرافتي ومن ثم الاير فنت وبعد ذلك البي تراب وتوصيل مواسير الدرين بايب بنفس الشكل. وزي ما احنا شايفين يتم عزل مواسير صرف التكييف بعزل الايروفليكس والبلاك تيت لعدم وجود اي تكثيف على الاطلاق. والمكيف الثاني بيتم توصيله بنفس الاوبشن الووتر بامب والجرافتي وتوصيله بالمين لاين مع الواي. طبعا الواي بيكون افضل من التي بشكل كبير جدا عشان عمليه الفلو ووتر في المين لاين زي ما احنا شايفين. وده المكيف رقم 3 برضو بالواي والمواسير معزوله بشكل جيد جدا طبعا بسلوب كل متر 1 سنتي. والماسورة بنطلعها لغاية المخرج الخارجي ومن ثم بيجي السباك فيما بعد يوصلها على مصدر الصرف الخاص بالمكيفات. ده كان فيديو توضيحي يوضح آلية توصيل صرف التكييف للمكيفات 2H others على خط واحد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي المهندس علاء الدين الإرضواز الفدي للتكييف.